السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نتقابل النهاردة في فيديو جديد مع منتج منتجات اليابانية. اللي معانا ده جهاز سوني أهو، ده عبارة عن زي شنطة سوني أهو، راديو اف ام و ام وشريط كاسيت. الجهاز سوني الموديل بتاعه سي اف شرطة 610، سي اف شرطة 610. الجهاز ده 30 واط، معاه سماعتين خارجيتين هما خشب اكاي. طبعا السماعات دي مش بتاعته لان ده ليه سماعات تانية كانت بتتقفل عليه كده صغيرة، بس هو جايب الوضع دوت. معاه سماعتين خشب اهم اكاي، السماعات دي 8 اوم، سماعات ياباني برضو. الجهاز قوي جدا، الجهاز قوي جدا. هنشوفه مع بعض. This cassette is Sony راديو اف ام اند اي ام اند تيب موديل سي اف داش 610، سي اف داش 610. ده طبعا مفتاح الباور بتاعه، ده مفتاح التون، ده السماعة اليمين وده السماعة الشمال، وده بتاع اللي هو الراديو والشريط والكاسيت وكمان ده، وكمان بيشتغل على زي صب فون اهي او اي او اكس كمان اهو. ونشوفه مع بعض. This cassette is Sony راديو اف ام اند ام اند تيب موديل سي اف داش 610 ويز تو سبيكرز اكاي ميد ان جابان. بسميها بجلود الست، لان طبعا يعني هي كان في ستات. الريس اللي هدف المجموعه سبحان ابدي الابد، سبحان من بسط الارض على ماء جمد، سبحان مقسم الارزاق من لا ينسى من فضله احد. يعني قصص ممكن صعبة في ناس عملت فيهم معروف. طبعا الجهاز عالي جدا، ما اقدرش عليه برضو. مش مراجع بقول ايه خايفة جدا. يعني ميدو او محمود بعت لي اولى ببعض في كتاب الله والمهاجرين إلا
وبشكل أقل من الولايات المتحدة. يا ده يا ده لا مصر كورونا مع طبعا مراعاة الإجراءات الاحترازية.